العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. سؤال مهم جه بيقول كده: كيف تؤثر الخطية في الإنسان عليه من ناحية الجسد والروح والنفس؟ إزاي الخطية بتأثر على الإنسان، تأثيرها على الجسد والروح والنفس؟ ناخدها في عجالة كده في دقائق بسيطة جدا. أول حاجة تأثير الخطية على الجسد. هي الخطية أحبائي بتجعل الجسد ذليل. ليه ذليل؟ احنا بنشوف اي انسان بيسلم نفسه او جسده لعادة وليكن حاجة سيئة زي المواد المخدرة مثلا او الادمان، اي نوع من انواع الادمان، ايه اللي بيحصل لهذا الجسد؟ اللي بيحصل للجسد ده انه بيصبح عبد لهذه العادة، بيحتاج دايما اشياء، فتحس ان الجسد ضعيف جدا ومتلهف على الخطية دي او العادة السيئة دي، ويشعر ان نواله العادة الغلط دي او الشيء المخدر اللي بياخده ده هو قمة الانتعاش وقمة الفرح. للأسف الشديد طبعا ده بيبقى ايه؟ مجرد زي انتعاش او لذة وقتية، ويرجع تاني يخش في مرحلة الإزلال. عشان كده كان دايما البابا شنودة يقولك ان الخطية او العادات السيئة زي كده يقولك اولها لذة، قد تشعر في البداية بلذة، منتصفها مرارة، تبتدي بقى تشعر لما تتعود على عادة سيئة او خطية معينة تستعبد ليها انك ابتديت تتمرر منها، خلاص متضايق تعبان، يقولك وللأسف ان نهايتها هلاك. وطبعا اي انسان هيسيب نفسه في السكة دي هيسلم نفسه في الاخر الى الهلاك الابدي. ادي هو الجسد. عشان كده القديس بولس الرسول قال ايه؟ قال كده: كل الاشياء تحل لي ولكن لا يتسلط شيء علي. ليه القديس بولس قلت كده؟ قال لك لانه يعلم تماما تبعيات التسلط ده، ازاي الجسد ده هيصير مقيد ومكبل من العاده او من الخطيه دي. طيب يا ترى ايه تاثير الخطيه ايضا على الروح؟ تعرفين يا احبائي دايما ان الروح تشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح. فلو في انسان سلم نفسه الخطيه او لعاده سيئه او لشهوات معينه، هتجد ان جسده بيشد روحه لتحت. تعرفين ان الروح دايما نفسها تسمو في السماويات. ليه؟ لانها نفخه او هبه او عطيه من الله، عطيه سماويه، فنفسها تعلو فوق. يجي الجسد بقى والخطيه تعمل ايه؟ تحاول تشد الروح لاسفل معاه، فيبتدي الإنسان روحياته تبقى ضعيفة جدا، انجذابه لكلام الله والأقوال الله يبقى ضعيف جدا، قدرته على تنفيذ وصية الله اللي موجودة في الكتاب المقدس يقولك أنا مش قادر، أنا مش عارف أنتوا بتنفذوا كلام ربنا ده إزاي. تشعر أنه هو إنسان مهلهل ليس لديه أي قدرة خالص، مع أنك أنت واخد قوة الروح القدس. طب لو استمر الإنسان في ضعفه وعبوديته للخطية كجسد وكروح، هتلاقي في الآخر للأسف نتيجة أن نفسه أيضا هتذهب إلى الإيه؟ هتذهب إلى الهلاك. عشان كده احنا دايما نفضل نصلي، لو تاخدوا بالكم في صلوات الجنازات نقول له: يا رب هذه النفس اللي طالعة إليك دلوقتي بقى افتح ليها باب الفردوس، افتح ليها باب الراحة، كلل كل عملها الكويس اللي عملته على الأرض إن هي تستحق بقى إن هي ترى النعيم الأبدي وتتمتع بالعشرة معاك. فأحبائي اللي هيسيب جسده مسيطر عليه الخطية، واللي هيسيب روحياته بعيدة عن ربنا، نفسه أيضا في الآخر هيجد إنها ما قدرتش تتمتع وتبقى موجودة في معية الله تنظر هذا النعيم اللي ربنا سبق فأعده لنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. 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 بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. كل سنة وكنيستنا الجميلة اتربينا في حضنها كنيسة القديسين طيبة، كل 50 سنة وكنيسة طيبة. بنصلي إن ربنا يحافظ على كنيسته حسب وعده، إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها،
وعقبال ما نحتفل باليوبيل الماسي والمئوي، وربنا يديم الكنيسة في مجد وفي سلام إلى مجيئه التاني علشان يستلم الكنيسة وياخدها معاه في الأبدية. أشكركم على محبتكم لدعوتكم أني أقول كلمة عن مركز الكمبيوتر كأحد الخدمات في الكنيسة. مركز الكمبيوتر ابتدى تقريبا سنة 88 أو 89 على ما أتذكر، وقتها كنت أنا لسه في إعدادية أو أولى ثانوي تقريبا. ومركز الكمبيوتر بدأ كفرع من الخدمة التعليمية اللي كان أسسها أعتقد سنة 83 الله ينجح نفسه أستاذ ويليام أديب. فمركز الكمبيوتر ابتدى كحجرة في مبنى الخدمة التعليمية، واللي بدأ الخدمة من البداية خالص اتنين نذكرهم بكل الخير، الأخ أيمن حليم والبشمهندس إيهاب لطيف. في الوقت ده ما كانش الكمبيوتر منتشر خالص في مصر، وأعتقد أن مركز الكمبيوتر الوحيد اللي كان موجود في أحد كنائس اسكندرية كان مركز كنيسة مارجرجس بسبورت. فالفكرة كانت فكرة سابقة لزمنها، لأن وقتها ما كانش فيه حتى نظام التشغيل ويندوز من الأساس، كان شركة مايكروسوفت لسه شركة مش معروفة في مصر أصلا، وكان في شركة وحيدة تقريبا اسمها شركة صخر بتشتغل في تجميع وإنتاج كمبيوتر لشركة اي بي ام، اللي هي كانت الشركة تقريبا الوحيدة المنتجة لأجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم. فكان عمل سابق لزمانه، وبصراحة وقتها كان أعتقد جهازين ثلاثة بمواصفات طبعا بدائية جدا بالمقارنة بأجهزة الكمبيوتر اللي موجودة حاليا. وابتدت الخدمة وسمعنا عنها واحنا كنا لسه شباب صغير، إعدادية أولى ثانوي تانية ثانوي، وكنا مستغربين إيه الكمبيوتر ده، يعني شيء غريب ومش متداول، ما كانش في حد تقريبا عنده كمبيوتر شخصي في البيت، ما كانش موجود الا الاتاري والاجهزة بتاعت الالعاب، فاحنا مش فاهمين ايه الامكانيات اللي ممكن يعملها الجهاز السحري ده اللي اسمه الكمبيوتر. البشمهندس ايهاب لطيف مع الاستاذ ايمن حليم نذكرهم بكل الخير ان هم ابتدوا الفكرة دي. يمكن انا معرفش هم جابوا منين الاجهزة بصراحة، لكن انا كل اللي فاكره ان هم ابتدوا يطلبوا منا ان احنا ناخد دورات في اساسيات التعامل مع الكمبيوتر. فاكر كويس قوي ان وقتها كانت اول دورة خدتها مع مجموعة من زمايلي، واعتقد ان معظمنا دخل الهندسة، ويمكن في بعضنا بعدها دخل هندسة كمبيوتر. الدورة اللي خدناها كانت دورة مايكروسوفت دوس، اللي هو يعتبر نظام التشغيل اللي هو زي كوماند لاين كده، بلاك ويندو مفهوش جرافيكال يوزر انترفيس، وده كان اول كورس ناخده في الكمبيوتر، ان احنا بنتعرف على اساسيات الكمبيوتر، ايه جهاز الكمبيوتر ده، وايه وحدات الادخال والاخراج اللي هي الانبوت اوتبوت يونتس، وايه البروسيسور وايه الميموري. ابتدينا نفهم يعني فيري بيزك ستاف اباوت كمبيوترز. خدنا دورة دوس، خدنا دورة جي دبليو بيزك اللي هو كان يعتبر احد لغات البرمجة الاساسية. انا فاكر ان انا كنت لسه محتفظ بالكراسات اللي كنت بكتب فيها المحاضرات دي لغاية دلوقتي. خدنا دورات كمان في حاجة زي السبريد شيتس، ما كانش لسه الاكسل طلع ولا اصلا مايكروسوفت طلعت برنامج الاوفيس وقتها، بس كان في حاجة كده اسمها لوتس سبريد شيت حاجة زي كده، وكان في لغات برمجة بدائية في الداتابيز زي الكوبول او زي الفوكس برو حاجات زي كده. فخدنا مجموعة من الدورات الاساسية، والمركز استمر فترة في مبنى الخدمة التعليمية. بصراحة مش فاكر قد ايه، بس بعد فترة المركز قدم فيها مجموعة من الدورات التعليمية في الكمبيوتر وربطنا جدا بالكمبيوتر. بعد كده المركز اتنقل كخدمة مستقلة في مبنى الخدمات القديم بتاع الكنيسة، ان احنا كنا تحت المكتبة الاستعارية، يعني المكتبة الاستعارية كانت في الدور اللي فوقنا، واحنا كنا في الدور الثالث على ما اتذكر في مبنى الخدمة القديم. طبعا المبنى ده دلوقتي طبعا اتغير تماما. يعني دي كانت التطور اللي حصل في الخدمة.
لما المركز اتنقل لمكانه الجديد، المركز كان بقى ابتدى يبقى فيه خدمة سكرتارية وخدمة دروس تعليمية. وانا فاكر كويس قوي كان فيه بارتيشن ازاز كده بيفصل ما بين مكان السكرتارية ومكان قاعة المحاضرات الوحيدة اللي كانت موجودة. مساحة المكان كانت صغيرة ككل، يعني أوضة مساحتها لا تتعدى مثلا 5 × 5 = 25 متر مربع، وكانت مقسومة سكرتارية وقاعة محاضرات. وأتذكر بكل الخير الأخت نيفين فايز، هي كانت أول واحدة تمسك سكرتارية مركز الكمبيوتر، وأعتقد عن طريق اختيار الباشمهندس إيهاب لطيف. وابتدى بقى يبقى فيه الخدمات بتاعة الكتابة وطباعة المستندات والسكانر والفاكس، ودخل الإنترنت وقتها في المركز، وكان ده يعتبر ثورة تكنولوجية يعني في بدايات دخول الانترنت مصر. وابتدى بقى برضو الدورات تنشط، من مجرد دورات مبدئية ابتدينا نخش في الدورات المتقدمة في شبكات الكمبيوتر، في أنظمة التشغيل، في صيانة الكمبيوتر والتعرف على أعطاله وهكذا. وقتها كان في عدد كبير من شباب الكنيسة حبوا مجال الهندسة وحبوا مجال الكمبيوتر على وجه الخصوص بسبب الشعلة دي اللي المركز حطها فينا من خلال مجموعة الدورات اللي احنا درسناها. فنشكر ربنا، ربنا وفق ان انا دخلت هندسة كمبيوتر، الاخ شنودة بستوروس، الاخ ايمن باشا، كان في برضو ناس دخلوا كهرباء اتصالات، ومجال كهرباء اتصالات قريب قوي من مجال الكمبيوتر، زي الاخ رضا عدلي، جورج صلاح، البير ابراهيم. فابتدى يبقى في مجموعه من الشباب اللي في بدايه سنواتهم في الكليه وشغوفين بالكمبيوتر وبيدرسوا كمبيوتر، ودي كانت البدايه ان يبقى في بقى نشاط. وابتدينا احنا بدورنا واحنا طلبه في الكليه نبدا ندي دورات كمبيوتر، وده كان التطور التالي للمركز من حجرة في الدور الرابع أو الثالث في مبنى الخدمة التعليمية لمكان مستقل وخدمة قائمة بذاتها في الدور الثالث أعتقد في مبنى الخدمات القديم. وبعد كده بقى التطور الثالث، وهو ده التطور الكبير قوي، وبصراحة الفضل فيه للبشمهندس إيهاب لطيف، لأنه هو كان هو مهندس مدني وكان المشرف على مباني الكنيسة والمبنى الجديد، فطلب من الأباء أن يتم تخصيص دور كامل في مبنى الخدمات لمركز الكمبيوتر. وده كان يعتبر نقلة خطيرة من أوضة واحدة 5 × 5 أو 4 × 4 لدور كامل. الدور ده في حوالي 5 قاعات، وهو ده أعتقد المكان الحالي اللي فيه مركز الكمبيوتر. فلما المركز اتنقل بقى في مبنى الخدمات الجديد بعد ما اتبنى المبنى الجديد، في خدمات جديدة بقى دخلت، يعني مثلا ابتدينا ندخل في السكرتارية مثلا خدمة الهجرة العشوائية لأمريكا وخدمة التقديم على طلبات الهجرة. ابتدى يدخل موضوع مثلا طباعة السيديهات مثلا، ابتدى يدخل خدمات زي موضوع مثلا الفاكس، ابتدى يدخل بقى خدمات الكتابة الكتب الكبيرة، وابتدت الخدمة برضو تسابورت خدمات الكنيسة المختلفة ومدارس الأحد والفلايرز والبوسترز وكل الحاجات دي اللي عايزة تطبع للخدمة، ابتدى يتعمل لها سابورت من خلال مركز الكمبيوتر. وكان يعني هو زي كده التكنولوجي هاب أو مركز التكنولوجيا في الكنيسة، اللي من خلاله الخدام بيقدروا ان هم يعني يعملوا أي نشاط، زي موضوع مثلا طباعة بعض الأوراق بالألوان للخدمة كوسائل إيضاح وهكذا. إلى جانب السكرتارية في الوقت ده ابتدى يبقى فيه خدمات تانية، يعني زي مثلا خدمة الصيانة، ابتدى يبقى فيه زي مركز صيانة صغير، والمركز ده برضو كان بيسابورت الناس اللي هم عايزين يشتروا أجهزة كمبيوتر ويحاول يشرح لهم المواصفات الكويسة أو recommended specs يعني اللي هم يقدروا يشتروها. ابتدى المركز يبقى فيه شبكة إيثرنت أو شبكة من الكابلات اللي هي بتربط أجهزة المركز كلها، وبعد كده الشبكة دي بقت شبكة واي فاي بتربط عدد من الأجهزة حتى اللي مش موجودة في نفس مكان المركز. ابتدت بقى خدمات كتيرة تطلع، يعني ابتدى يبقى في عندنا قاعتين محاضرات بنعمة ربنا، وابتدينا ندي دبلومات متخصصة في الجرافيكس، في الشبكات، في الداتابيس، في أنظمة التشغيل المتقدمة، في
مجموعة كبيرة جدا من الدورات. أنا فاكر وقتها حتى إن إحنا بنعمة ربنا بقت شهاداتنا معتمدة من مركز معروف للكورسات في اسكندرية اسمه نيو هورايزونز، فابتدى يبقى الشهادات معتمدة، ابتدى يتعمل مناهج معتمدة للكورسات، ابتدى يتم تجهيز الكورسات على مستوى عالي من جهة عدد الأجهزة. أعتقد يعني وقت ما أفتكر كان وصلنا نشكر ربنا تقريبا حوالي 20 جهاز في قاعتين محاضرات. وفي الوقت ده كمان طلعت فكرة لطيفة خالص ان احنا نعمل زي سايبر كافيه او زي انترنت كافيه في المركز. بصراحة كانت فكرة لطيفة جدا، لان وقتها كانت ابتدت تنتشر فكرة السايبرز اللي بره الكنيسة، وبعدين الاباء ابتدوا يسمعوا عن مشاكل بتحصل للناس اللي بيروحوا السايبرز دي، يعني نوعية الشباب اللي بيترددوا عليها ونوعية الحاجات اللي ممكن بيتفرجوا عليها. وقتها ما كانش فيه اللوكسجري يعني او الامكانية الناس يبقى عندها كمبيوتر في البيت وانترنت في البيت، فكان وقتها موضوع السايبرز او الانترنت كافيه موضوع مشهور جدا وقتها. الكلام ده اعتقد في 2003 2004 حاجة زي كده.